السلام عليكم ورحمة الله. هل رأيتم هذه المشاهد من قبل؟ دعونا نذكركم ونذكر العالم بها. هذه المشاهد الرهيبة للدمار الهائل هي في مدينة حلب السورية، وتحديدا في أحيائها الشرقية، لكنها أبدا ليست بفعل الزلزال والكوارث الطبيعية، إنما بفعل المجرم القاتل بشار الأسد الذي دمرها فوق ساكنيها بطيرانه وصواريخه وبراميله المتفجرة مع حلفائه من الاحتلال الروسي والإيراني. هذه المشاهد ليست حديثة الآن، إنما هي قبل أكثر من 6 سنوات، حيث وقف العالم يومها متفرجا على هذه الجريمة البشعة بحق شعب كامل. الآن يقوم النظام بعرضها على الوفود التي تزوره على أنها من آثار الزلزال الذي حدث قبل أيام، والتي زارها وهو يقهقه بالضحكات، ثم راح يستقبل بعض السفلة ليقدم له العزاء والمساعدات بحجة أنهم يساعدون الشعب السوري المتضرر من الزلزال. نقول لهم جميعا، زلزالنا الكارثي الأكبر هو بقاء هذا المجرم بشار الأسد وعصابته الذين قتلوا ودمروا وهجروا من السوريين آلاف أضعاف ما فعله أي زلزال في العالم. نقول للعالم، إن أردتم التعاطف مع السوريين في هذه المحنة فلا تنسوا أن محنته منذ أكثر من 12 عاما هي بقاء هذا المجرم القاتل في السلطة، يقتل ويدمر ويشرد الملايين، مما لا يفعله أي زلزال أو بركان في العالم.